باتي. تمسكوا بأحبتكم جيدا وعبروا لهم عن حبكم واغفروا زلاتهم، فقد ترحلون أو يرحلون يوما وفي القلب لهم حديث وشوق. واحذروا أن تخيطوا جروحكم قبل تنظيفها من الداخل. ناقشوا وبرروا واشرحوا واعترفوا وتنازلوا، فالحياة قصيرة جدا لا تستحق الحقد والحسد والبغض وقطع الرحم. غدا ستكونون ذكرى فقط والموت لا يستأذن. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.